مارس دور سياسي خرج عن نطاق العمل العسكري من أجل إقناع المنظومة الدولية بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، بأن العراق جزء من معادلة الصراع، وأن العراق يشكل خطر على العالم، وبالتالي ساهم في تدمير العراق. لا يمكن أبدا أن نقول أنه الإدارة الأمريكية سواء كان الرئيس الأمريكي أو وزير دفاعه كولين باول جزء من معادلة إنقاذ العراق. كولين باول دمر العراق، هذه هي الحقيقة. حقيقة كولين باول من الشخصيات اللي ساهمت في إحداث فجوة كبيرة بالمجتمع العراقي من خلال الاحتلال الذي عاث في الأرض فسادا وقتل الكثير ودمر الكثير وأشعل مبدأ الفتنة داخل المجتمع العراقي. كولين باول ذهب إلى رب كريم ولكن في رقبته الكثير من دماء العراقيين. كولين باول من الأشخاص المهمين في غزو العراق والذي كانت له يد الطولة في غزو واقتحام العراق في عام 2003 وإسقاط النظام السابق، وكانت مشاريعه للأسف الشديد تهديمية في هدم بنية العراق وكذلك البنى التحتية للعراق والمؤسسة العسكرية بالذات. توفي الرجل وذهب إلى دار حقه، ولكن نحن لا ننسى ماذا فعله هذا الرجل في العراق وسياسته الخاطئة التي أدت إلى ما أدت إليه الآن. كان شديد المراس، كان لا يريد استقرار العراق. سياسته الفاشلة أدت إلى دمار العراق، أدت إلى كل ما أصيب العراق من هلاك ودمار، ويعني رجعنا لي وراء بسبب هاي المراس.